أنا لا أستطيع التعريف عن نفسي، أنا خليط من الكتب التي قرأتها على مدار سنوات. اسمي JOSE، هكذا يكتب، ننطقه في الفلبين كما في الإنجليزية هوزي، وفي العربية يصبح كما في الإسبانية خوسي، وفي البرتغالية بالحروف ذاتها يكتب ولكنه ينطق جوزي. أما هنا في الكويت فلا شأن لكل تلك الأسماء باسمي، حيث هو عيسى. هذه الرواية قصة شاب هو نتاج ثقافتين مختلفتين تماما. ولد هذا الشاب لأب كويتي من عائلة عريقة ومن خادمته الفلبينية. لماذا ساق البامبو؟ ذلك الساق الذي نقتطعه من أي جزء بلا جذور ونغرسه في أي أرض تنمو له جذور جديدة وينمو من جديد في أي أرض بلا ذاكرة. كنت ولا زلت مؤمنا بأنني مهما قرأت عن موضوع حتى أكتب عنها، القراءة وحدها لا تكفي بقدر المعايشة. لذلك شددت رحالي وذهبت إلى الفلبين، حيث كنت أبحث عن ماضي بطل روايتي. كنت أريد أن أتذوق أكله، أن أشتم الهواء الذي كان يشتمه، وأن أعيش بين الناس الذين عاش بينهم 18 عاما. وأتصور بعد عودتي إلى الكويت بأنني عدت بمخزون هائل عن ثقافة الآخر، تلك الثقافة المغيبة تماما، نحن لا نعرف عن الآخر سوى أنهم عمالة في بلداننا، خادمة أو سائق أو ربما طباخ أو ربما زميل عمل. لا نعرف تلك الظروف التي أجبرتهم على ترك بلادهم ليأتون إلى بلادنا. تجدنا نعيش في مكانين في نفس الوقت، يعني يمكن أن أعيش أنا في نيويورك وكأنني أعيش في بغداد، ليس لأنها مدينتي فقط ولدي ذكريات هائلة فيها، ولكن لأني أقرأ الجرائد العراقية كل يوم وأشاهد البرامج التلفزيون العراقية وعلى اتصال بالعراقي. رواية يا مريم هي رواية عن العلاقة بالمكان، والمكان هنا يأخذ عدة مستويات. المكان المباشر هو البيت، بيت العائلة، والمستوى الأشمل هو البيت بمعنى الوطن. الأكثر تأثيرا على أسلوبي ربما بالإضافة إلى الروايات طبعا هو الشعر، لأنني أيضا شاعر وأكتب وأقرأ وأترجم الكثير من الشعر وبعض المواضيع التي يكتب عنها محمود درويش، موضوع المنفى وموضوع الابتعاد عن الوطن وموضوع تغير الوطن وصورة الوطن، وماذا هذا الموضوع أيضا يهمني بشكل من ناحية البحث الأدبي، كيف يتعامل الشعراء والكتاب مع وطن محتل أو وطن دمر. ولكن يعني بمرور الوقت يكتشف الإنسان أيضا أن المكان والوطن يعني أشياء مختلفة، وأن كل شيء يتغير طبعا، لكن تظل هناك صورة وتظل هناك الذاكرة التي يحاول المرء أن يحافظ عليها وأن يحتفل بها. كنت دائما أستجيب بحماسة وألونها بالتفاصيل وأتتبع الخيوط التي تصلها بصور أخرى أحيانا، أو تلك التي تصلها بحكايات أخرى لم تلتقطها عين الكاميرا، حكايات معلقة في ذاكرتي بآهات وابتسامات
وأخرى محفوظة في أرشيف يحرسه القلب. انتزع التمرة من يدي كما ينتزع أبي ثمار الحياة انتزاعا، وكأن نموها لا يتجدد كل سنة. وضعها في فمه ثم لفظها فورا لتسقط على الأرض. التقطها مرة أخرى وأبقاها في يده. هذه المرة بدأ أنه لم يستسق طعمها السكري ولزوجتها المفرطة، ولكنه لن يستغني عنها رغم ذلك. قبض عليها بيد شحيحة ذكرتني بيد أخي سلمان عندما تقبض على المال مثل معمر جرب القحط والفاقة، وليس فتى مدللا ولد وبين يديه لعبة فيديو حديثة. يوجد قاسم مشترك واضح جدا بين القندس وبين الإنسان، وهذا ما لاحظه غالب خلال هجرته إلى بورتلاند، مدينة بورتلاند في أمريكا، ووجد أن سلوك القندس الأناني شبيه بسلوك عائلته. القندس في نظري هي رواية الأوجاع الخفية لمن يزعجه أحيانا ويؤلمه ألا تكون له أوجاع ظاهرة. عندما تراكمت هذه الأوجاع تحديدا في قلب غالب طيلة سنوات حياته حتى بلغت تلك المرحلة التي اصطلح على تعريفها بأزمة منتصف العمر، لم يستطع أن يتمالك نفسه ففر إلى المكان الذي يستطيع فيه أن يبوح وأن يترك لذلك التيار المندفع في داخله فرصة للجريان ولو في أرض غريبة. طالما آمنت وأؤمن ما زلت حتى الآن دور الروائي يكمن في أن يحمل المرآة أمام مجتمعه لكي يرى الناس المجتمع نفسه كما هو تحديدا، ولكي يتاح لي أن أقوم بهذا الدور أعتقد أنه ينبغي علي أن أطوف في كل شوارع وأزقة وأفكار وآلام هذا المجتمع حاملا هذه المرآة. أعتقد أن إذا أردنا أن نتجاوز مرحلة الصورة النمطية التي تنظر فيها المجتمعات الأخرى ينبغي أن نكتب روايات أكثر. بقيت مرآة لأشياء تحدث، أشبه بحيوان مجنون في عربة سيرك يمر في الغابة ويتأمل والدته الطبيعة من البعيد من دون أن يرتمي في أحضانها. ومع مرور الأيام بقي الرجل بالنسبة إلي حاجة ملحة تسكنني ولا أصل إليها. الرواية كانت وسيلة لتطرح سؤالاً مهماً عن مكانة الفرد وسط الهوية الجماعية المحيطة بنا، وهل محكوم علينا أن نعيش كجماعة يعني كمجرد أفراد من الجماعة، أو يمكننا أن نختار أن نكون أمراً مختلفاً؟ لأننا بحكم المجتمعات التي نعيش فيها محكوم علينا أن نكون على مثال معين، فنخجل أن نكون من نريد أحياناً أن نكون. أنا هي والأخريات تروي حكاية امرأة منفصلة عن الواقع منذ الصغر، حاولت لكي تهرب من عالمها الواقعي أن تخلق عالماً موازياً تحاول أن تكون ذاتها فيه أو أن تستكشف ذاتها فيه. أظن أني وإن لم أكن بشكل مباشر داخل شخوص الرواية، ولكني بشكل غير مباشر كنت بينهما أيضاً، لأنني أنا أيضاً أعاني من صراعات كثيرة، وأظن أن هذا حال أي شخص يبحث عن أجوبة أو شخص يسأل نفسه كثيراً ويتأمل في الحياة ويريد أن يعرف ما معنى هذه الحياة.
ربما تستغرب إذا قلت لك أن هذه الرواية انبعثت الفكرة الأولى هي من قراءة المعاجم العربية القديمة وأنا مولع بقراءتها. اكتشفت أن أقذر العبارات الدالة على القذارة تبدأ بحرف الخاء في العربي. الكلمات التي تبدأ بالخاء في العربية انبعثت الفكرة الأولى لهذه الرواية. يعني الموضوع الرئيسي للرواية رواية سعادته السيد الوزير هو بؤس ومأساة أن يكون المرء وزيرا في حكومة الاستبداد. هي اعترافات وزير لكن اعترافات مبررة، هو يدافع عن نفسه، يريد أن ينقذ جلده. في الواقع لا يوجد وزير بالذات، إنما هو كيف نقول بالعربية يعني سي لو ستاتو دو مينيستر. ستاتو هذا مكون مشتق من عدة شخصيات، والغريب أن هذه الشخصية هي شخصية جذابة ولطيفة رغم البؤس ورغم الأخطاء اللي وقعت فيها ورغم حتى الفظاعات اللي قام بها. وهل قيمة هذه الشخصية أنها تحاول أن تبرر حتى الخطأ؟ أي عندما صدر الكتاب من ردود الفعل الصحفي الأولى أن أحد الصحفيين قال هذا كتاب أخلاقي وبرهن على ذلك، ثم ختم المقال وهو ما استغربته قال أنصح أو أقترح على الناشر أن يقدم لكل وزير جديد نسخة من هذا الكتاب حتى يعرف ما الذي ينتظره إذا أساء تصرف. هل الذنب ذنبي سيد الحاكم إذا كانت بلادنا شحيحة بالموارد الطبيعية فقيرة مثل الفقر نفسه؟ هل الذنب ذنبي إذا كانت فقيرة لأنها منهوبة أو منهوبة لأنها فقيرة؟ من من الحكام والرؤساء حاشا قدرك هو الذي لم ينهب منها نصيبا؟ أنا كتبت مولانا ربما لكي أقول للناس ما لا يعرفونه ما لا يعلمونه. في مشكلة حقيقية إنه بقى في تحالف ومزج ما بين الوعظ الديني وما بين التلفزيون الفضائي. إحنا قصاد دين يسوق من خلال واعظ داعية شيخ. مولانا هو الشيخ حاتم الشناوي، داعية تلفزيوني، نجم ديني شهير، نجم تلفزيوني أشهر. في الرواية حاتم الشناوي اللي هو طول الوقت نزاع ما بين التدين والدين الحقيقي والدين التلفزيوني، بين السياسة، بين الشهرة والنجومية، حس السخرية، واللي معبرة تماما عن الشيخ حاتم الشناوي، لأنه الحقيقة لابد من التهكم من المستبدين والسخرية من المتطرفين، ولازم أكون أنا أول قارئ فمستمتع وأنا بكتب الرواية عن الأماكن اللي فيها سخرية أضحك. هي العموم كلها الموضوع كله حاجة تضحك، يعني اللي بيحصل مسخرة وملهاة إلى درجة أنه يجوز فيها التنكيت والسخرية من كل هذا العبث الذي نعيشه. فالامتحان صعب مرير يضرب بكل مطارقه في رأسه، فهو اختبار أول في حجج ومناظرات لم يعهدها لمناقشة شاب يودع دينه ويمضي إلى دين آخر. رواية مولانا بيلخصها الشيخ حاتم الشناوي وهو بيقول أنه أنت وأنت بتعمل برنامج ديني وأنت بتعمل محاضرة دينية تحاول بترضي الجمهور وترضي الممول وترضي المنتج وترضي المعلن وترضي المخرج، ولو قدرت وسط ده كله بقى ترضي ربنا يبقى كويس.